بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة أيها الأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء معكم في هذه الأمسية، والحديث سيكون في هذه الليلة حول المنبر وحول رائد من رواد المنبر الحسيني في منطقتنا في القطيف بشكل عام وفي هذه الجزيرة بشكل خاص. بداية، نعرف جميعا أن المنبر الحسيني لعب وما زال دورا محوريا هاما في حفظ هوية المجتمعات المنتمية إلى خط أهل البيت عليهم السلام، كما مارس دورا هاما كبيرا كذلك في تصحيح ثقافة هذه المجتمعات. كان المنبر يعبر دائما عن نبض الأمة ويفرغ عن معاناتها ويترجم آمالها وطموحاتها ويرسم تطلعاتها. لا ندعي أن المنبر كان يمارس هذه الأدوار في الماضي والحاضر بشكل ممنهج وبخطط مدروسة، غير أنه كان يحظى بين فترة وأخرى برواد حملوا هم تطوير المنبر وأدركوا بوعي حجم الرسالة التي يحملونها. أمثال هؤلاء القادة والرواد لم يخلو منهم زمان ولا مجتمع من المجتمعات. في هذه الليلة كما أشرت نحتفي برمز من رموز المنبر الحسيني في هذه المنطقة التي يعترف الجميع لها بدورها الريادي في التزامها الديني وتمسكها بإحياء شعائر أهل البيت عليهم السلام. نقف جميعا في هذا المساء من أجل تأبين فقيد المجتمع وفقيد المنبر ورجل الثقافة الخطيب والمعلم والأستاذ الشيخ عبد الرسول البصارة تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه. لكننا هنا جميعا من أجل أن نلملم الذكريات ونستثير الخواطر ونعيد قراءة التجربة لنرسم من جديد صورة علم من أعلام هذه الجزيرة ورمز من رموزها. أثرى الحياة بعطاء امتد لأكثر من نصف قرن من الزمن، ترك بصمات واضحة في أكثر من بعد. نقف في هذه الليلة وفاء لميراث من الفضائل والكمالات لرجل استثمر وجاهته وعلمه وأدبه وفنه في خدمة المجتمع، فكان الوجيه العامل والمهتم بشؤون المجتمع وقضاياه، كما كان المثقف الواعي الذي حمل هم الثقافة والأدب منذ بواكير عمره الشريف. كان مجلسه كما أتذكر أنا ويتذكر يعني الكثير من الإخوة أشبه بمنتدى ثقافي يرتاده الأدباء والشعراء والخطباء والمثقفون والشباب الواعون في ذلك الوقت. تبوأ الفقيد كما تعلمون موقعا متقدما في مجال الخطابة الدينية بسبب ما كان يمتلكه من قدرات ومواهب وإبداع وحس فني وجمالي، فالخطابة كما نعلم أحد أهم الفنون الإنسانية الجميلة، وفقيدنا الغالي أبدع في هذا الفن الإنساني الكبير. قبل أن نبدأ، هنا كلمة لراعي المنتدى الأستاذ جعفر الشايب يتفضل بإلقائها حتى نبدأ بعد ذلك في حوارنا وفي حديثنا معكم، فليتفضل مشكورا. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة على روح فقيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعز علي أن أقف أمامكم أيها الإخوة والأخوات معزيا ومؤبنا بفقد علم من أعلام منطقتنا المرحوم الشيخ عبد الرسول البصارة، الذي بفقده افتقدنا مدرسة في الخطابة والتثقيف والتربية المنبرية ليكون بحق عميدا لمنبر الحسيني على مدى 50 عاما،
فقد كان بالنسبة لمعظمنا أبا وأخا وصديقا ومرشدا وموجها. ولست هنا أيها الإخوة والأخوات في مجال المدح والإطراء والثناء، فهو رحمه الله في غنى عن كل ذلك، وما شهدناه في تشييعه ومجالس عزائه لأبلغ شاهد على مكانته وموقعيته بين الناس من مختلف الاتجاهات والمشارب. ما يهمني هنا هو الإشارة إلى الدور الفعال الذي لعبه فضيلته رحمه الله في توعية المجتمع ومواصلة نهجا تربويا ثابتا من خلال رعايته لجيل من الخطباء ودعمه وتشجيعه لهم واحتضانه لمجاميع شبابية عبر تدوير البرامج الثقافية والمتابعة المستمرة لكل ما هو جديد. فلم يكن رحمه الله مقتصرا على ذاته أو مبتعدا عن هموم الناس وقضاياها، بل كان مهتما بتقديم الجديد دوما لهذا المجتمع. سادتي الكرام، واستشعارا من اللجنة المنظمة لمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف لأهمية الدور الذي لعبه المرحوم الشيخ عبد الرسول البصارة، واستمرارا لنهج المنتدى في تكريم الشخصيات الثقافية وإبراز دورها، فقد تم تخصيص هذه الأمسية الثقافية لتأمين هذه الشخصية الثقافية واستلهام أبرز أبعاد دورها الثقافي في مجتمعنا من خلال فقرات متنوعة يشارك فيها مجموعة من مثقفي ورجالات المنطقة الذين عايشوا تجربته الريادية ورصدوها عن قرب، وذلك تكريما وامتنانا له رحمه الله، ودروسا لنا جميعا نستلهمها من حياته وتجربته. إننا أيها السيدات والسادة الحضور، عندما نستعرض في هذا اللقاء الدور الثقافي والريادي الذي قام به الشيخ المرحوم طوال 50 عاما من عمره، فإننا نحيي ونكبر أصحاب المبادرات الهادفة لتوعية المجتمع وتعميق الحس الديني لدى أبنائه، ونستشعر الفراغ الكبير الذي ينتج عن فقدان مثل هذه القامات الثقافية في مجتمعنا، ونؤكد أيضا على أهمية مواصلة البناء الثقافي في المجتمع على مختلف الأصعدة بما يؤهل النشأ الجديد لإعادة إنتاج ثقافة تتواءم مع متطلبات الظرف الراهن. نسأل الله له رحمه الله المغفرة والرضوان، ولذويه الأعزاء الأجر والمثوبة والسلوان، وأن نستلهم من تجربته الثرية الدروس التي تعوضنا فقدانه وغيابه. رحمك الله يا أبا أحمد، وأدخلك فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كلنا تجرعنا ألم فراق هذا الأب والمربي والمرشد الكبير، وكلنا أسرة واحدة. الواقع في حجم هذه المصيبة والجرح ما زال ينزف من الجميع، لكن لأسرة الفقيد كلمة في هذه المساء، يتفضل بإلقائها الأستاذ أبو هيثم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. في البدء نشكر لكم حضوركم الكريم هذا اللقاء، كما ونشكر الأخ والصديق راعي هذا المنتدى المميز الأخ الأستاذ أبو هادي للفتته الكريمة بتخصيص موضوع هذه الليلة لذكرى فقيدنا وفقيد الجميع أخي المرحوم أبو أحمد، وفاء منه ومن المنتدى لرمز من رموز مجتمعنا القطيفي المعطاء. في الحقيقة أنا لن أتحدث عن مآثر الفقيد ومناقبه وصفاته، حيث أن شهادتي فيه مجروحة، وإنما أترك الحديث في هذا المجال للأساتذة الكرام
الذين تربطهم بالفقيد معرفة وثيقة ولصيقة تمتد لأعوام طويلة ويمتلكون من المعلومات عنه ما يثري هذه الأمسية. وإن كان لي من قول فهو أن أشير إلى أن الفقيد ترك لنا نحن عائلته الصغيرة من الإرث الجميل والذكر الطيب ما نخشى أن نعجز عن الوفاء له والالتزام بما تركه لنا من مناقب وخصال حميدة. نسأل الله أن يوفقنا لرد ولو جزء منها عرفانا منا له بجزيل ذكره، كما وترك لعائلتنا اسما رفيعا وجعله علما ومعروفا بين الجميع بفضل السمعة الحسنة والشهرة الكبيرة التي حظى بها اسمه طوال سنوات عمره المديدة، والتي تسنم فيها عرش المنبر الحسيني لقرابة نصف قرن من الزمن، حتى بات بديهيا أن يسألنا من يتعرف علينا لأول مرة ماذا يقرب لك الشيخ البصارة. وهذه بحق مفخرة وشرف كبير نعتز به ونضعه وساما وتاجا على رؤوسنا. أيها الإخوة، لا بد هنا ومرة أخرى من الوقوف من وقفة وفاء وعرفان وامتنان لتلك الجموع والحشود الكبيرة التي فاجأت الجميع بوقوفها والتفافها حول الرمز الذي طالما أحبهم وأخلص لهم في أداء مهنته، والتي هي من أشرف المهن، فقد تشرب وانغمس فيها تشربا وانغماسا قل نذيره، فبلله الناس بإحساسهم الطبيعي بحب أكبر ووفاء مثالي نادر، يدل على أصالة وطيبة هذا المجتمع الذي يمجد ويفتخر بقادته ورموزه الدينية والاجتماعية الأصلاء. فكان ذلك المهرجان الكبير الذي شهدتموه، وأعني به مهرجان التشيع وأيام العزاء، خير دليل على ذلك الوفاء. لئلا أطيل وأثقل عليكم، أترك المجال للأخوة الأساتذة الضيوف ليتحدثوا ويأخذوا دارهم مشكورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بكم جميعا أيها الإخوة أيها الأخوات في هذا المساء الجميل الذي يجمعنا وإياكم. وسبق أن أشرنا قبل قليل إلى أن الفقيد الكبير هو شخصية متعددة المواهب وأبدع في أكثر من مجال. عندما نتحدث عن الأستاذ الفقيد نتحدث عنه تارة بأنه أحد الوجوه الاجتماعية البارزة في المجتمع القطيفي بشكل عام وفي مجتمع جزيرة تاروت بشكل خاص. حضوره الاجتماعي ربما الكثير لا يعرف عن الشيخ أبي أحمد إلا أنه خطيب ومبلغ كما أشار الكثير من الإخوة، لكن هناك بعد آخر في شخصيته وهو البعد الاجتماعي، انغماسه رحمه الله في هموم المجتمع وفي شؤون المجتمع. كان من يعني البداية مهتم برفعة المجتمع وهمومه، فكان من المؤسسين لجمعية تاروت الخيرية في ذلك الوقت. يعني جمعية تاروت الآن أصبح لها أكثر من تقريبا 45 سنة أو 48 سنة، يعني قرابة 50 سنة. من الرواد الذين حملوا هم تأسيس هذا المرفق الحيوي الهام في جزيرة تاروت، إلى الآن في سجلات جمعية طبعا مثبت هذا الأمر، أنه كان الشيخ أبو أحمد مع بعض الرواد والشخصيات المهمة في جزيرة تاروت، تغمد الله الماضي منهم بواسع رحمته ورضوانه. أبو أحمد كذلك كان يعني يدعى في كل مهمة وفي كل ملمة تلم بالمجتمع كثير من القضايا والمواقف التي حدثت، فهو يحمل هذه الغيرة وهذا الحس يعني بهموم المجتمع وشؤونه وشجونه. أذكر كذلك في سنة من السنوات تعرضت هنا في تاروت
كان في مطر كثير، وكان في بيوت الصفيح في منطقة الجويز الآن محل حسينية بيت المطر. كان هذا حي شعبي قديم، وكانت في مجموعة من البيوت يسكنها بعض الأسر الفقيرة. داهمتهم الأمطار، امتلأت بيوتهم بالماء، لم يكن عندهم مأوى. طبعا الجمعية في ذاك الوقت تحركت بشكل عاجل واجتمعت مع بعض الشخصيات، وكان من ضمنهم الشيخ أبو أحمد الله يرحمه، وطلبنا أنه الآن يعني لابد أن احنا نذهب إلى الإمارة في الدمام حتى نطلع الأمير المنطقة على الوضع. ذهب الوفد بصورة عاجلة، وكان أبو أحمد يعني مرتبط في ذاك الوقت يعني ببعض الأمور، ولكنه عطل كل ارتباطاته وذهب مع الوفد إلى إمارة المنطقة الشرقية، وكان وكيل الإمارة اللي قابل الوفد في ذاك الوقت سعد العثمان، وقام يعني واهتم بالموضوع، قال ما الذي يحدث في تاروت حتى يأتي هذا الوفد الكبير من العلماء والوجهاء، شنو صاير في تاروت؟ فأخبرناه بالوضع، قال الآن ترجعوا فعلا يعني في نفس الوقت. يعني كان كلم الأمير القطيف كان الشريف في ذاك الوقت، وكلمه بلغة كبيرة وعنيفة، وتحركت الإمارة هنا أو في القطيف، وعملوا لهم يعني إيواء يعني خيام لإيوائهم، واعتمد لهم مبلغ كبير، وكان الموضوع يتحرك بشكل سريع. فالرجل كان يحمل هذا الهم الاجتماعي في كثير من المواقف، لو أردنا أن نذكرها لطال بنا المقام. البعد الآخر في شخصية الفقيد الكبير، وما نريد أن نسلط الضوء عليه من خلال الأخوين الأستاذ عبد الإله التاروتي والأخ الأستاذ عبد الرؤوف أبو زيد أبو نزار، نتحدث فيها عن بعدين. البعد الأول الفقيد كأديب وكمثقف، تحدث أبو هادي قبل قليل أنه كان رائدا من رواد الثقافة ورمز من رموز الثقافة في المجتمع القطيفي بشكل عام. ربما الكثير من الإخوة الآن من الجيل الجديد لا يعرف أو لم يطلع على هذه التجربة وهذا البعد في شخصية الفقيد الكبير أبو أحمد، فحبذا لو أن أبو نزار يعني يضيء هذا الجانب في شخصية الفقيد الكبير أبو أحمد كأديب، ما هو منهجه وما هي رؤيته في القضية أو القضايا الثقافية ومسألة الأدب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم السلام عليكم أيها الإخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. هي لحظة وفاء ووقفة عرفان في الحقيقة لهذا المربي الفاضل، أن نقف جميعا وإياكم لنتلمس بعض الجوانب أو أن نضيء على بعض الجوانب في حياته الثقافية التي لمسناها أحيانا عن قرب أو من خلال ما قرأنا عن شخصيته في هذا الجانب. الأخوة اقترحوا أن يكون الحديث حول الجانب الثقافي في شخصية الفقيد العزيز الأستاذ، وهذا الجانب الثقافي يعني احنا عندما نركز الضوء ونتحدث عن الثقافة نتكلم عن طريقة عيش لأي مجتمع من المجتمعات، وعن طريقة عيش كيف يعيش المجتمع، هذا هو الجانب الثقافي لهذا المجتمع. لكن هذا الأمر يعني نكون نحن والأستاذ فيه سواء، لأننا نعيش في مجتمع واحد، ولكن هناك ما يختلف عنا هو فيه، وهو هذه الثقافة الفرعية التي يمكن أن نسميها ثقافة خاصة أكثر من الثقافة العامة التي تسطر حياة المجتمع بكامله. هذه الثقافة الفرعية التي تكون أو توجد في جماعة فحسب واحدة كما يعرفها علماء الاجتماع، جماعة فحسب واحدة يكون فيها تكون لها ثقافة تخصها هي، ثقافة مهنية كما نقول،
يعني ثقافة الخطيب كخطيب، ثقافة الطبيب كطبيب ضمن هذا الإطار الطبي، وكذلك الخطيب ضمن إطاره في الخطابة. هذا الجانب تميزت فيه شخصية الفقيد الغالي، وهو كونه العرف الخطابي عند الفقيد. كيف استطاع هذا الأستاذ أن ينتقل نقلة بارزة كبيرة جدا بالخطابة في منطقة القطيف؟ هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الأمور التي يعني تتحلى بها الشخصية حتى تأخذ هذا الدور الريادي. فشخصية مثل شخصية أبو أحمد تتحلى بالذكاء والفطنة وسعة الاطلاع، وكذلك جانب من التواضع الكبير جدا الذي لا يستنكث أن يكون مستمعا حتى للذين يصغروه سنا ليستمع من خلال ما حصلوا عليه من تجارب ويستفيد من هذه التجارب. فعندما ننظر مثلا إلى سعة الاطلاع كواحدة من الأمور التي لمسناها، تلك المكتبة الضخمة التي كانت تحوي أمهات الكتب، وكان الخطيب أبو أحمد لا يروي مهمه إلا ذلك المصدر الأصلي للمعلومة، وليس النظر إلى المصادر الفرعية. فلهذا مكتبته تحوي أمهات الكتب والمصادر ويعود إليها، ومن هنا برزت سعة الاطلاع عند هذه الشخصية. جانب من سعة الاطلاع في شخصيته مكنته من الريادة كذلك، حتى تتغير ثقافة مجتمع أو ثقافة مهنة معينة، هي بحاجة إلى تغير البيئة، هي بحاجة إلى تلاقح ثقافات أو احتكاك بثقافات أخرى. وأبو أحمد استطاع أن يحتك بالثقافة الأقرب والأكثر تطورا تقريبا، وهي الثقافة العراقية أو الخطابة العراقية، ونقل التجربة، لم ينقلها كتجربة حرفية، وإنما نقلها تجربة استيعاب، يعني استوعب التجربة واستلهمها وأضاف إليها، وهذا مختلف عن النقل الذي يكون نقلا تقليديا ساذجا. كان نقله نقلا حرفيا، نقلا بوعي. هذا الجانب الاحتكاك بالثقافة العراقية ونقلها إلى المنبر القطيفي كان أمرا بارزا في شخصيته. الجانب الآخر، عندما نتكلم عن الأدب باعتبار أنه خطيب، والخطيب سلاحه بلاغته، سلاحه مقدرته البلاغية، سلاحه مقدار ما يحفظ من النصوص التي كان الخطيب أبو أحمد يحرص حرصا كبيرا جدا على أن تكون هذه النصوص منقولة نقلا صحيحا واقعيا كما هي في مصادرها. ونحن عندما ننظر إلى غيره من الخطباء الذين عاصرناهم، أحيانا ينقل النص نقلا يفرغ النص أصلا من محتواه العظيم، من محتواه الجميل، سواء محتواه الأدبي أو محتواه الفكري، فيصبح النص عند غيره مثلا نصا أقرب إلى الإشمئزاز والسماجة منه إلى نص أدبي رفيع، بينما لا نجد هذا عنده عندما ينقل النص صحيحا من مصدره، وكذلك مع إلمامه الكبير بهذا النص ومعرفته بهذا النص، لأنه كما لاحظ أنا ولاحظ الكثير أنه يتفاعل مع الكلمة التي يلقيها، والتفاعل مع الكلمة يدلل على أن هناك ذوق وعلى أن هناك كذلك فهم عميق لما تحتويه هذه الكلمة. الجميل كذلك الذي نراه في النصوص التي كان يبدأ بها الأستاذ المجلس الخطابي، عادة
كما اعتاد الخطباء أنهم يبدأوا مثلا بأبيات من الشعر العربي الرصين. الدور الذي كان بالنسبة لخطيبنا الأستاذ هو أنه كان يختار النص المميز وليس كل النصوص، وكذلك كان ذويقا في الاختيار ذويقا في الإلقاء. وأنا يعني في الحقيقة لم أستمع لخطيب من الخطباء يقرأ قصيدة مثل قصيدة الشيخ حسن التاروتي بتفاعل كما يقرأها الخطيب الأستاذ أبو أحمد، وهي قصيدة في الحقيقة من روائع الشعر العربي اللي هي على الراعبية: بالأجرع صبابة وجد فلم تهجعي، أم استوردت وأتت موردا تمضمض فيه ولم تجرعي، أجارتنا ليس دعوى الأسى بأن تخضب الكف أو تسجعي، إلي حمامة جرع الحنى فليس الشجي كمن يدعي، فإن استطعت حنينا له تلف الحنايا وإلا دعي، ودمعا إذا فارت النوره دما لم أقل يا جفون اقلعي. القصيدة بما فيها من روعة وجمال تعتبر من عيون الشعر القطيفي في المراحل في مراحله كلها تقريبا. لم أرى كما قلت خطيبا يهتم بقراءة مثل هذه النصوص بهذه الصورة، وكان بعيدا عن أخذه لعنصر الرساء فقط، كان يهتم بإبراز الجوانب الجميلة في القصائد التي يأتي بها. وكذلك الجانب الآخر هو التعليق على هذا النص. من المعروف أن قصيدة مثل قصيدة الشيخ حسن التاروتي ليس لها شروح، ولكن اهتمام الخطيب الأستاذ بها جعله يعني في ضمن قراءتها يعلق على بعض الأبيات ويشير إلى الشرح فيها، وهذا دليل آخر على تعمقه في النصوص التي يلقيها، ليس حفظا كما قلت وإنما تذوقا وفهما للنص الملقى. وأذكر في يوم من الأيام قرأ القصيدة في أيام محرم، كانت كعادته أنه يبدأ بها ويقرأها، فوقف عند بيت من الأبيات في هذه القصيدة. القصيدة تقول: وأقمار أوجههن الذراع منازلها عوض الملفع. فوقف عند هذا البيت وذكر أن البيت هذا يحتوي كأنما على تورية وليس على ظاهره، يعني مفهوم البيت أنه كن يتسترن بأيديهن من الأعداء، ولكن ما ذكره أبو أحمد أنها منزلتين من منازل القمر هو الذراع والبرقة، فهذه المنزلة وهذه المنزلة، وكأن الشاعر يريد معنى بعيدا مو المعنى القريب المتبادر للدين من خلال هذه التورية. وهذا جانب عندما انتهى هو رحمه الله من الخطاب وسألته هل هناك شرح للقصيدة، طلعت عليه لأنه أنا فعلا أسأل عن شرح لقصيدة الشيخ، فقال: لا، لا يوجد لها شرح، ولم أطلع على شرح. يعني وهذا أنا يعني أريد أن أقول أنه دليل على أن النص الذي يأخذه كان يهتم به هذا الاهتمام الكبير ويتذوقه، وهذا نفتقده عند الكثيرين من الذين أحيانا يحفظون النص دون أن يعرفوا معناه، أو أنهم لا يتذوقوا الفن الرفيع، فتأتي القصيدة مهلهلة على ألسنتهم وكأنها من النصوص البعيدة كل البعد عن مراقي الأدب الرفيع. هذا جانب لمسته وبشكل كبير جدا لا أجد في النصوص التي يمكن أنا قد يعني يكون لي مجال في قراءة بعض النصوص الشعرية للخطيب الأستاذ فيما بعد، ولكن هناك جانب مهم هو جانب النقد. أبو أحمد كان ناقدا بصيرا بالشعر وبالنصوص التي تقرأ أو التي ينقلها. هذا النقد يعني كما يقولون الصيرفة التي كانت عنده والتصرف في نقد الأبيات والشعر كثيرا ما تقف على لمحات قد لا تجدها في كتاب
هذه اللمحات التي يوقفك عليها قد لا تجدها في كتاب من الكتب، وهي كما قلت حصيلة ذلك المنتدى الذي أشار له الأخ مصطفى، المنتدى الأدبي الكبير الذي رأيناه في ليالي رمضان يمتد إلى قرابة وقت السحور، وهناك مجموعة من الخطباء يقرأ ونصوص تسجل وإعادة وغير ذلك، وكذلك نقد ومحاورة لهذا النصوص. هذا النتاج هذا العمل، كانت هناك ثقافة غزيرة يمتلكها، إضافة كما قلت إلى أن هناك وعي وذكاء وحبق في شخصيته قلما تجتمع. جانب آخر هو التكامل في هذا المنبر. يعني أنا يمكن البعض يجد في صوت الخطيب الأستاذ علامة بارزة، ولكن هذه العلامة البارزة التي وهبه الله إياها لم تجعله يتغافل عن الجانب العلمي في خطابته، فكان منبره عاطفة وعقل أو عقل وعاطفة. هذا الدمج لا تجده كما قلت، قد تجد الجانب العقلي عند بعض الخطباء ولكن لا تجد الجانب العاطفي مشبعا. هذا التكامل البديع في شخصيته الخطابية جعل منه صوتا مشرفا بالنسبة لنا، يعني في واحة القطيف قد نستطيع أن نفخر على الخط كله بهذه الشخصية البارزة وبهذا الخطيب اللامع. إذا كان الأستاذ عبد الباقي ذكر أنهم فعلا كأسرة نفخر بانتسابه لنا وبانتسابنا له، احنا كأسرة أكبر له وكمجتمع نفخر كذلك بأن هذا الصوت المميز المحلق هو كذلك من الأصوات التي نفخر بها في هذا الجانب. طبعا الحديث يطول في هذا الجانب، حتى فقط يعني ننوع الخطاب ونلم بالجوانب التكاملية في شخصية الفقيد، لعلني أنتقل إلى الأستاذ عبد الإله التاروتي. تحدث يعني الأخ أبو نزار حول الشخصية الأدبية وانعكاسات هذا البعد على خطابة الأستاذ الفقيد رحمه الله، لعلك أنت يعني تغطي هذا الجانب الإبداعي في شخصية الفقيد كخطيب متميز. أترك لك المجال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. يبدو لي أن الحديث عن شخصية الخطيب الكبير الشيخ البصارة تأخذ منحا عاطفيا ومنحا عقليا في ذات الخط، والذي يجعل من الخط العاطفي بارزا هو أننا بحاجة فعلا إلى من يربط العاطفة بحقيقتها. ويبدو لي قد أختلف أو أضيف لما ذكره الأستاذ من روافد البعد الإبداعي في الإلقاء لدى الشيخ البصارة، ليس فقط كونه هاجر إلى النجف الأشرف واحتك بالمناخ العراقي وأطواره، هذه جنبة مهمة جدا، الانتقال الثقافي بعد مهم، ولكن في المقابل أيضا لا نبخس ذاتنا. وأعني بذلك جزيرة تاروت تحتضن رافد لغوي إلقائي بحري، هذا الحراك الاجتماعي في الشعر الشعبي، شعراء الموال، ما يلقى في البحر، هذا رافد ثقافي مهم جدا.
شاب رجل في هذه البيئة يسمع الموال، هناك شعراء، هناك حراك أيضا يأخذ ويعطي في هذا السياق. هذا جانب مهم في الحس الذائقي لدى الرجل. ذهب إلى العراق وهو محمل بهذا الزاد الثقافي، ولكن كونه حاضنة واعية بما يتلقى في الداخل المحلي والخارج، استطاع أن يمازج بين الثقافتين وينتج طورا مبدعا، طورا رائعا اختطه لنفسه. لذلك أنا في ظن الخاص عندما نتناول أي شخصية من شخصياتنا الاجتماعية، لا نكون ممن يبخس الذات حقها. في الواقع الاجتماعي القطيع فيها الكثير من الروافد الاجتماعية والكثير من المحطات المضيئة. لسنا ممن سلب فأصبح مهووسا بما في الخارج، هذه حقيقة علينا أن نؤكدها وأن نشتغل عليها وأن نعمل على تأصيلها. متى ما وثق الإنسان بذاته استطاع أن يحقق الكثير من المنجزات، ولكن عندما تكون الصورة هي ما للخارج كمثال وينسى تلك الروافد والمشارب التي تغذي محليا، عند ذلك سيكون كمن حاول أن يقلد فضيع المشية ولم يحسن إتقان المشية التي تقليدها. لذلك البيئة الثقافية والاجتماعية لدى الشيخ البصارة في سياق الإلقاء وفي سياق الحراك الاجتماعي الثقافي رافد مهم ومهم جدا جدا. وهنا أريد أن أسجل هذه النقطة. الكثير من الأداء، الكثير من الطروحات، الكثير من ما يطرح في الساحة الاجتماعية من دور الخطيب وأهميته في الواقع الاجتماعي، كل ما يطرح ويقال جانب على درجة عالية من الأهمية. ولكن ما يميز الشيخ البصارة ومن هو في جيله أن الكثير من الخطباء كانوا يأخذون الأداء الأطوار عبر التتلمذ. الأداء الأطوار الحسينية شأنها شأن الترتيل القرآني، هناك سماع، لابد المرتل أن يستمع لأساتذة في الترتيل، لأن يأتي هكذا ليس مقبولا منه فقط أن يحفظ التجويد وقواعد القراءات ومدارسها ثم يلقي، لا بد من التتلمذ على أستاذ، لا بد من طائر القدس لهذا المنبر. طائر القدس هو الأستاذ الذي يعطيك الأطوار التي تتفنن متى تطرحها ومتى لا تطرحها، متى تناسب الحضور ومتى لا تناسب الحضور، في أي المناسبات. وهنا يأتي تميز الشيخ البصارة في هذا السياق. وكثير أيضا كذلك من الخطباء الذين عاصرهم كان لهم هذا التميز. ما نشهده اليوم هو القفز على هذه النقطة، وكأنما الخطيب يظن أن لست متهنا في الخطابة، ولكن باعتبار راصد وقارئ ومستمع واحد ممن يحضر المنبر الحسيني، يعني جزء من ثقافتي، يقفز على هذه النقطة، يعتمد على التسجيلات ولكن لا يأخذ منحة التتلمذ. وهذا ليس بعيب، بل هي مكسب وهي حضارة وهي ثقافة، لأن النقل الثقافي والحضاري يتطلب تدرج ومواصلة في العمل. يعني هذا الخطيب عندما يقول تتلمذت على الخطيب الفلاني، يعني هو مأخذ خط تاريخي وسلسلة ذهبية من أطوار والأساليب الإلقائية. هذا جزء ثقافي مهم، هذا ما ينبغي التركيز عليه. وكانت في جيل الشيخ البصارة نقطة مهمة أيضا يعالجونها على المنبر، عندما يتطرق إلى الذكر بأبيات من الشعر لا يغفل أن ينسب الشعر لأصحابه، وهذا في إثراء معرفي للحضور. عندما المستمع يتلقى نصا لشاعر من بيئته يعيش حالة من الانتشاء، يعيش حالة من الزهو، يعيش حالة من الفخر أن المنبر يلقى فيه قصائد من بنات
بيئته وليست من الخارج، مع الاحترام والتقدير الخارج. أنا لست في محل معركة ما بين الداخل والخارج. أنا المهم أقول علينا أن نؤصل ثقافتنا، أن الروافد الثقافية القطيفية والاجتماعية بشكل عام عليها أن تطرح على صورتها. نمتلك ما لا يمتلكه الآخرون، علينا أن نثق بما نطرح. لست معنيا أن يتفق معي سين أو صاد بما أطرح، هذه ثقافتي، يحاكمني على ثقافتي أنا، لا يحاكمني على ثقافته هو، كما أنني لا أحاكمه على ثقافتي. لكل ثقافة مشارب، ولكل مجتمع خيارات وأسس وقواعد اجتماعية تعارف عليها، تألف عليها، ينسجم في خط تواصلها. هذه الإضافة حبيت يعني أطرحها قبل الدخول في الفكرة. فكرتي هي عبارة عن نص بعنوان ناعي الحسين، أمل أن يكون أن يروق لكم إن شاء الله. ناعي الحسين: في غير موسم من مواسم حصاد انتصار الدم على السيف، لا زلت تنثر لنا من نمير أحاديث اليوم المشهود عظمة الحق وشموخ الكبرياء وتجلي العنفوان في ساحة قيم الموقف القويم عندما يعز الخطاب. وحسيناه 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 مفردة اشتقت عناوين حروفها من كل مقامات الجمال والجلال، فلدت بفعل هذا الحضور الجامع صورة مستحكمة على ما سواها من قواميس الفداء واشتقاقات البذل والتضحية. ولما كانت كذلك وزيادة، لم تجد غير مآق العيون مستودعا لمعناها المكنون ولطفها المتجدد. عبرة تنهمر ولوعة بعد أخرى ترفع لواء للمعاني السيالة بالخصب والنماء دون أن يعتريها ضعف أو يأخذ منها معول الهزام. كل ذلك صائر ولا تزال تعبد الطريق للفتح المبين، ومحافل أهل الذكر من فوق سنام المنابر تردد: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هكذا الدمع في سفر كربلاء يقشع غياهب الظلام، فتبصر النفس مواضعها من تراكمات الواقع وحيثيات الأخذ بزمام المبادرة. دمعة تعيد الصياغة للإنسان من جديد، فتكتبه في سجل الخالدين من جديد أيضا. تسقي الشمس فتطفئ ظمأ الفؤاد، وتنذر الكرامة فيبزغ منها فجر الاستخلاف، فتصير عندها الأجساد الخاوية على عروشها بنفخة من روح كربلاء خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فمهلا أيها المترجل عن صهوة أعواد المنابر والصاعد نحو محط الآمال ومقر السكينة وسفينة النجاة وتراتير الملائكة المقربين، فنحن من صغار فراخك الذين حطوا برحالهم عند عتبات قدس منبرك، فباتوا في ظل البركات يرسلون وبفيض من وهج المراثي يتلمسون الطريق نحو لطف المشاعر ونبل الإحساس، بحثا عن دمعة شوق وصفاء روح. قد امتزجت فيما بينهم وشيجة الولاء، وتآزرت على مسمعهم رسل من عبير الكلمات الدافئة، غير أن قواريرنا لا تزال شاغرة لم تستوف بعض نصيبها من مزن أداء حق الواجب بواجب الحق المبين، منتظرة إياك كي تحدو بقافلة المسير كالطرماح، وأنت تنسج من ملحمة الطف المباركة تسبيحة الصدق في بيان العاطفة، وتزرع في أديم الروح مشاكل من السنبل القرآني
بضاعة مزجات وآية من ذكر حكيم تنتقل من مشهد بطولي إلى آخر مفعم بأريج البصيرة النافذة. ترسم القصيد فيدور معك حيثما درت بصوت شجي وحس مرهف وأداء متألق وقلب مفعم باكتمال الصورة، فكأن ونحن عند مراقي منبرك والحسين في محضر الجمع، أو مع ركع السجود في المشهد المنيف لا يفصلنا زمان ولا يعقنا عن أنس شرف المحضر من المكان. عرفناك بالحسين وكفى، عرفناك بالحسين وكفى، صرت صوتا ملائكيا ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير، كل ذلك بغرفة من بحر عشق الحسين. بربك قل لي أي حجر طيب واقتناص توفيق هذا الذي هداك لهذا المسلك الخير، فصرت مشمولا بما أنت فيه من النعيم المقيم، فحيث ذكرك الذاكرون وتناوب في تبيان رسم خطاك المتكلمون، بزغ الحسين ترعاك يمناه وتحوطك عنايته، فإليه دون غيره تنتسب في المطالع والمشارق، وإلى مقر خيامه سكنى روحك المطمئنة. فما أسمى هذه المرتبة وأجل هذه الخصيصة عندما ينادي المنادي رهف السمع جاء ناعي الحسين الخطيب البصارى. السلام عليكم. أحسنت، أحسنت، نص جميل ورائع ورائق، بارك الله فيك. في الواقع نحن في حضرتكم في هذه الليلة ومعنا يعني جمع من الإخوة الخطباء والمثقفين والشعراء والأدباء، ونحن يعني نتطاول كثير بحضور هذه القامات الأدبية والعلمية، وعندنا كذلك ضيوف أعزاء من سلطنة عمان، نجدد الترحيب بهم. الإخوة اللي جاءوا متأخرين يشرفونا في هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بهم، ونود لو أن تكون لهم كذلك مداخلة أو مشاركة في هذا اللقاء الجميل. إذا كان عندهم استعداد تعليق أو قبل أن نبدأ ونكمل الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من الشرف والاعتزاز أن أقف في هذا المنتدى الطيب المبارك لأشارك إخوتي وأعزائي، وأقدم لهم جميعا وأقدم لكم جميعا عني ونيابة عن أخي الفاضل عبد الله بن صالح التعازي، في فقيدنا الغالي الكبير الخطيب الحسيني سماحة الشيخ عبد الرسول البصارة رحمة الله عليه. لقد تعرفت على سماحة الشيخ رحمة الله عليه منذ سنوات، وجلست معه عدة جلسات، وتعلمت منه عن طريق الاستماع وعن طريق الهاتف وعن طريق وبجلوس معه الكثير والكثير والكثير، فإنه رجل معطاء. وإنه أثر على قلبي عندما وصلني خبر وفاته ببالغ الحزن والأسى، وأعتذر لأخوتي إنني لم أقوم بالمجيء مباشرة لتقديم العزاء لظروف،
وأنني أقف هذه الوقفة وفي هذا المنتدى لأقدم لأهله ولإخوته ولأهل بلدته ولأهل القطيف ولأهل المنطقة الشرقية العزاء لهذا الخطيب الكبير فرحمة الله عليه. وإنه لرجل معطاء، ليس إذا صعد المنبر الحسيني أنا لا أستطيع أن أجاري أعزائي وأخوتي، ولكن أقول إنه كان حسينيا وكان أستاذا اجتماعيا، خطابته لم تكن فقط لنعي الحسين بل كان يوصل صوت الحسين إلى الجميع عن طريق الثقافة الإسلامية، عن طريق الواعز الاجتماعي، مجالسة يعني مكتملة بالقصيد بالنعي بالموضوع، كان موضوعا اجتماعيا دينيا ثقافيا، لا يخرج المستمع من مجلسه إلا بفائدة من الفوائد هذا فرحمة الله عليه. وأن البيان ليقل واللسان يكل بأن نوفي بحقه، فلقد كان رمزا للمنبر الحسيني. وعندما بلغني نبأ وفاته ولم أتمالك من الحزن الذي دخل على قلبي، والذي أتمنى من العلي القدير أن يكون أحد أبنائه، واسمحوا لي، أحد أبنائه أو بناته أو أبناء إخوته أو بناء بلدته أن يسيروا بخطه، والذي أقصد أن يلتزموا بالمنبر وممارسة الخطابة الحسينية، فإنها شرف لا يعلوه شرف فرحمة الله عليه، وأسكنه فسيح جناته وحشره مع محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت، شكرا، شكرا على هذه المشاركة وعلى هذه التعزية وجزاكم الله خيرا. قبل أن يعني نكمل في موضوع المداخلات، لعلي بس يعني أريد أن يعني أكمل ما بدأ به الأستاذ أبو نزار في الجانب الأدبي في شخصية الفقيد الكبير. بإزاء هذا الكلام حول هذه يعني مقومات الأديب متوفرة في شخصية فقيدنا الكبير، لكن لا نجد ما يوازي هذا يعني هذه الثقافة الأدبية ما يوازيها في نتاجه الشعري ونتاجه الأدبي. بماذا تفسر هذه الظاهرة؟ أولا أنا أحب أثني على كلام الأستاذ، أنا لم أقل أنه قلد العراق، وإنما استلهم التجربة وأضاف إليها. وجانب الأطوار أنا ما ذكرته، الأطوار اللي عند أبو أحمد أطوار قطيفية وأطوار مبتكرة تخصه هو، أنا ما ذكرت الطور، أنا أذكر التجربة التي استلهمها وأضاف إليها. وعادة الثقافة حتى تتغير تحتاج إلى أن تحتك بثقافات أخرى، وقلت أن هذا شاهد على أن المنبر عند أبو أحمد هو منبر متفاعل مع ما حوله من الثقافات، أضاف واستلهم ولم يقلد، ما ذكرت التقليد. جانب بالنسبة للجانب الأدبي، احنا عندما نتكلم عن الأديب احيانا نحصر الأدب في الشعر، فنقول أديب اذا ما هو انتاجه شعري، بينما الأدب اعم من هذا، الأدب صناعة كلمة، وصناعة الكلمة اعم من ان تكون شعرا. فتفوقه في الجانب البلاغي الذي هو صناعة الكلمة، بأي جهة أخذت الاتجاه البلاغي، سواء قلت البلاغة في تعريفها عندما تقول أن هذا بليغ بلغ ووصل إلى ما يريد أو وصل إلى قلب السامع، فهو يمتلك هذه الجميع جوانبها، هو يستطيع أن يمسك بقلوب مستمعيه من أول لحظة الرثاء أو من أول لحظة صعوده إلى المنبر إلى آخر لحظة نزوله إلى المنبر، ونحن ننتظره
عند سارية المنبر لنطبع على جبينه قبلة وفاء وعرفان لهذا العطاء الذي أدى. هذا امتلاك للمشاعر، وهذا أدب، وهذه بلاغة أن يستطيع الإنسان أن يمتلك هذه مشاعر جماهير وأن يؤثر فيهم وأن يوجه الجماهير. الشخصية التي كان يحملها الشخصية الأدبية أعم كما قلت من أن تكون شعرا، وإن كان إنتاجه الشعري موجود وهو محصور كما أعتقد في الجوانب اللي هي شعر المناسبات، في يعني بين يدي قصيدة في الإمام الحسين وفي الحجة عجل الله فرجه، كذلك قصيدة رثاء للمقدس الشيخ فرج العمران. شاعر يحمل هذا الجانب، أنا أعتقد وكما يعتقد الكثير أنه ليس عربيا من لم يستطع نظم الشعر. العربي هو حذاؤه الشعر، وليس كما يقول عجيبا أن أكون شاعرا، ولكن العجيب أن أكون عربيا ثم لا أكون شاعر. هو شاعر، ولكن ما الذي أخذه عن الشعر؟ قلت الحس والذوق اللي موجود عنده وفهمه للنصوص ومقدرته البلاغية التي تأسر السامعين تدلل على مقدرة أدبية كبيرة. الذي أخذه من الشعر هو المنبر. المنبر هو الذي أخذ موهبته الشعرية وسخرها لتكون موهبة خطابية. هكذا بعض العلماء، كثير من العلماء كانوا شعراء يمتلكون موهبة شعرية، ولكن الجانب العلمي طغى على الجانب الأدبي في شعرهم. يعني عندما نقرأ مثلا للشيخ عبد الحميد الخطي رحمه الله، شاعر من الدرجة الأولى، ولكن إنتاجه الأدبي قياسا لموهبته يمكن هناك فارق كبير بين هذا الإنتاج الأدبي وبين الموهبة. الموهبة يجب أن يصدر منها الكثير من الشعر، وكان دائما يعني دائما الاستشهاد بمقولة الشافعي عندما يقول ولولا الشعر بالعلماء نزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فالمقدرة الأدبية موجودة. إذا عصرناه بالشعر كما قلت، شعره شعر مناسبات وهو شعر رقيق وجيد، ولكن لا يوازي المقدرة الأدبية، لأن المنبر سرق هذه، وهنيئا له يعني بهذه السرقة، سرق هذه الموهبة الشعرية الضخمة وهذا الأدب الثر ليوجهه أبو أحمد في جانب آخر أخلص له وأعطاه كله، فأنتج هذه المدرسة وهذه الرياضة في منبره. شكرا. هو كذلك جانب التواضع في شخصية الفقيد الكبير، فكان كثير يعني هو أنا سمعت منه أنه في بدايته عندما بدأ يعني يصعد المنبر مع الوالد، يقول كان عمره تقريبا في وقت 14 سنة أو 15 سنة، يقول أنه قرأ قصيدة من إنشائه هو في ذلك العمر المبكر، كان يعني ينشد الشعر ويقرأ بشعره هو في ذلك الوقت المبكر. لازلنا معكم والمشاركات كثيرة، وأريد أن أعطي كذلك مجال للمداخلات، لكن أبو أحمد كما ذكرت في البداية ترك بصمات واضحة في أكثر من بعد وفي أكثر من مكان، ولعل الأماكن التي عرف بها واشتهر بها واشتهرت به الحسينيات المعروفة التي كان الناس يذهب إليها لأن الخطيب فيها هو أبو أحمد، لا ننسى يعني حسينية الشايب وحسينية مياس وبعض الحسينيات الأخرى. الإخوة في حسينية مياس يعني معنا في هذه الليلة ولهم مشاركة في هذه المناسبة، أترك لهم مجال الأستاذ فتحي القصاب فليتفضل مشكورا، ونقرأ للفقيد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق البشير النذير
السراج المنير أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما كلمتي تأخذ منحا آخر غير الكلمات التي ألقيت، فمعظم الكلمات التي تم إلقاها هي عبارة عن الخطيب وعن الأديب. كلمتي تأخذ منحا آخر، وهو علاقة الأب الروحي والعلاقة الاجتماعية بين أبو أحمد رحمة الله عليه وأهل مياس. بداية أقدم تحية إجلال إلى الخطيب الملا حسين أبو شريف. هذا الخطيب له أيضا كانت بصمات في مأتم مياس، كانت له تقريبا قرابة 10 سنوات أو أكثر لما خان الوضع، من كنت طفلا وأنا أراك في مأتم مياس أبو شريف رحمة الله. الوالد حبيب القصاب كان أحد الأصدقاء لكم. لقد كلفت نيابة عن أهل مياس بإلقاء هذه الكلمة، لربما كنا نحن بيت القصاب أقرب الأشخاص لأبو أحمد، فكان الوالد العزيز رحمة الله عليه علاقة قوية مع الخطيب. بداية العلاقة بين أبو أحمد وأهل مياس كانت بداية أن أحد أشخاص أهل مياس أحضر أبو أحمد رحمة الله عليه للقراءة في مأتم مياس تقريبا لمدة 5 ليالي في حسينية مياس. استحسن جميع من حضر، فطلب أشخاص آخرين تمديد القراءة لمدة 5 ليالي أخرى، ومنها امتدت القراءة لأكثر تقريبا من 10 ليالي، فكل من سمع أبا أحمد أراد أن يقرأ مزيدا مزيدا عن الإمام الحسين. كانت القراءة في غير أيام 10 محرم الحرام، وبعد انتهاء تلك الليالي بدأت العلاقة بين أبا أحمد وأهالي مياس، وكنا في تلك الليالي نتسابق نحن أطفالا وشبان وشيوخ أن نستحضي ذاك الشرف أن نوصل أبو أحمد إلى منزله. يعني كانت بداية القراءة أن نرسل أحد الأخوة الشباب من عنده سيارة، هو اللي يجيب لنا أبو أحمد من بيته إلى مأتم مياس ثم رجعه إلى منزله، فكنا نتسابق في الحضور بهذا الشرف. حتى المشوار، مسافة المشوار، وقت المشوار كان أبو أحمد يستغل هذه الفرصة بحث كل من يتواجد في السيارة معه، بحث الشباب لحضور تلك المآتم. ولم تخن الذاكرة، كان هذا في عام 1401. بعد ذلك استمرت القراءة في مأتم مياس للمناسب من مناسبات أهل البيت الدينية من وفيات ومواليد. وأذكر من بعض الأشخاص الذين أتوا بالملا الخطيب رحمة الله عليه أبو أحمد، الحاج علي الحمالي، أبو عبد المنعم أكيد تذكرهم، أبو شريف، الحاج عبد الله دعبل، أبو سعيد رضا القيصون، أبو منير، والوالد رحمة الله عليه سيد علوي أبو سيد شبر. نعم، هم الأشخاص، هؤلاء هم اللي كانوا مشرفين على مأتم مياس في ذلك الوقت. ومع بداية عام 1402 كانت البداية الأولى لقراءة 10 محرم في مأتم مياس. كانت بداية فعلية وقوية، وهذه هي البداية في العلاقة بين أهالي مياس والملا أبا أحمد من جميع أهالي مياس، حيث كانت العشرة الأولى التي قرأ فيها المرحوم ملا عبد الرسول في مأتم مياس، واستمرت حتى نهاية عامنا هذا 1433 هجرية. الكل تحدث عن أبو أحمد أن مدة عطائه في المنبر الحسيني قرابة نصف قرن، وهي 50 سنة، منها أكثر من 32 سنة في مأتم مياس، وهذا الشرف حظينا به نحن أهالي مياس. وقد توقف الخطيب عن القراءة في 10 محرم في السنة التي تعرض لها بوعكة صحية، مما وصل عدد سنوات القراءة في 10 محرم في مأتم مياس ما يقارب 2 سنة متواصلة. ولم تقتصر القراءة في 10 محرم فقط، بل قراءة جميع مناسبات أهل البيت عليهم السلام من وفيات ومواليد، وأصبح مأتم مياس من أكبر المآتم في منطقة القطيف، بل يعتبر البعض المأتم الأول في المنطقة، وكان الناس تأتي من خارج المنطقة لحضور هذا المجلس، حتى أننا كنا نقوم بإغلاق جميع الشوارع المحيطة بمياس
كما تفتح المنازل من توفير أماكن لجلوس المستمعين من رجال ونساء. وخلا تلك السنوات لم ينس أبو أحمد كل الذين نشأت بينه وبينهم علاقة، وعني بهذا الذين رحلوا عن هذه الدنيا، فكان يذكرهم ويدعو لهم ويترحم عليهم دائما، وخاصة بعد انتهاء من القراءة. فكان يذكر الجميع بشكل عام ويذكر والد العزيز بشكل خاص، ولم يقتصر تعامل أبو أحمد مع فئة معينة في المجتمع، بل كان التعامل مع جميع الفئات من رجال ونساء، شباب وشيوخ، وكذلك الأطفال. أما علاقته معنا نحن القائمين على خدمة مأتم مياس، فكانت علاقة متميزة، كان كالأب والأخ والصديق. كنا نعمل ونشرف على خدمة المأتم، وما أن تقترب لحظة وصوله نتسارع جميعا لاستقباله والسلام عليه وتقبيل جبينه، كما كان الكثير من الحاضرين ينتظرون قدومه من أجل السلام عليه. وأول ما يبدأ في وصوله عند وصوله به هو الحديث معنا والسؤال عنا وعن أهلنا وعوائلنا، كما كان يسأل كثيرا عن أحوال البلاد، وينهي حديثه ببعض المزاح، وخاصة أنا فكنت أكثر واحد أمازحه. كان تواجد أبا أحمد طوال تلك السنين في مأتم مياس له الأثر الكبير في خلق علاقات حميمة بين كثير من أهالي القطيف عامة وأهل مياس خاصة، فقد كان حضور من يساعدنا في خدمة المأتم من خارج مياس أناس كثيرون لدرجة أنهم يعتبرون أنفسهم من مياس. ومن هنا ارتبط اسم مياس باسم الخطيب الملا عبد الرسول البصارة، فكل من يذكر مياس يذكر الملا عبد الرسول، وكل من يذكرونه ملا عبد الرسول يذكر مياس. حتى بعض كتاب الشعر ربطوا الاسمين ببعضهم البعض في شعرهم، كما كتب الأخ هاني الدار في رثاء الملا عبد الرسول رحمه الله: لما تصيح حسينا كنت مختصرا كل الطفوف وما فيها وكل شجا، آه بصوتك والبحات تفجعنا، كم كنت تبعث في دمعاتها الوهجا. كلا أبا أحمد ما كنت تبعثها، بل كنت تقبض من أشجانك المهجا، مذ كنت طفلا وفي مياس أسمعه والناس تحسبها في نوحها لججا. عبد الرسول سفينا كنت قائدها نحو الحسين ومن يأتي الحسين نجا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحم الله من يقرأ لروحه والأرواح شهدائنا وأرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أحسن. شكرا لكم وأثابكم الله جميعا. الكل هنا يعزي الكل، فكلنا مصابون في هذا الفقير الكبير. هنا في مداخلات كذلك، وإذا الإخوة عندهم مداخلات، لكن أنا سأعطي المجال للأستاذ أبو شريف. هذا سؤال من أحد الإخوة، وأبو شريف طبعا هو زميل وصديق وصاحب للفقيد الكبير. هذا السؤال لأبو شريف يقول: كم عمر الخطيب في الخطابة؟ يعني الخطيب أبو أحمد عليه الرحمة. 55 سنة. تذكر سنة كم بالضبط يعني بدأ هو يستقل بالمنبر؟ لا، وطبعا دراسته الأولية أول في الكتاتيب من 72 عند حج عبد الكريم الطويل، 76 راح إلى حج محمود آل درويش، بعدين سنة 89 راح إلى النجف الأشرف. دراسته طبعا عند العلامة الشيخ علي بن يحيى فترة من الزمان، يعني في سنابس لما نزل الشيخ في سنة 1382 هجرية نزل الشيخ علي إلى السنابس، وصارت العلاقة يعني مرتبطة بالشيخ في أكثر الأوقات. بس فقط أنت أجبت على السؤال على من على يد من يعني تتلمذ في الخطابة. تتلمذ في البداية كما أخبرتك في البداية عند الشيخ علي بن يحيى الخطابة، يعني الخطابة عند أستاذنا الملا خليل أبو زيد والملا عبد الله المبشر، هذا كان الأوائل يعني الموجودين على الساحة في ذاك الزمان في ذاك الوقت. يعني عندك شيء يعني تحب تقوله كأنك أبو شريف أنت حول طبعا بالنسبة إلى أستاذنا أبو أحمد رحمة الله عليه، نبدأ أول بالسلام على الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ينقطع عمل الإنسان عند موته إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم علمه الناس انتفعوا به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الخصال الثلاث متجسدة في شخصية فقيرنا الغالي الأستاذ أبو أحمد رحمة الله عليه. بالنسبة إلى الصدقة الجارية، كما أعلم أن أبا أحمد ما طرق بابه سائل إلا أعطاه، كان هذا شعاره، يقول إن كان صادقا هذا السائل وإن كان لا فهذه الصدقة قربة إلى الله تعالى. بيت في الديرة مثلا اللي طلع منه، أعرف ثلاثة من المؤمنين المحتاجين أسكنهم في بيته لله وفي سبيل الله، لله وفي سبيل الله. يوم من الأيام واحد من المستأجرين قال: أبو أحمد أنا سكنت عندك الآن تقريبا سنتين، كم علي؟ قال: أنا قايل لك من البداية أن سكنك لله وفي سبيل الله مجانا. أبو أحمد بالنسبة إلى حسينية العزية، حسينية أبو كامل اللي كانوا في السابق سموها العجيزة، طبعا أبو أحمد شاف الحسينية متهالكة، فصار التفكير في هدم الحسينية من أساسها وبناها، وقام أبو أحمد جزاه الله خير بهذا العمل مشكور، حيث بدل ماله وبدل ماء وجهه في سبيل أن يشيد هذه الحسينية تعظيما لهذه الشعيرة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أرسل طبعا مكاتب إلى أصدقائه وأحباه من المؤمنين، وقام بالواجب وزيادة في تشييد حسينية أبو كامل العزية، وضربها بالرخام من أولها إلى آخرها من الداخل، قام بعمل مشكور في تشييدها، في تقوية الكهرباء لها، في تكييفها، في كثير من الأمور، وأنجز هذا العمل في سنة 1399 هجرية. أبو أحمد بالنسبة إلى علمه كموسوعة في معرفته في ذكائه، والعلم لا يحصل إلا بأمور، يقول أحد الأدباء: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء، والذكاء كان يتوهج ذكاء ومعرفة، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وكل هذه القواعد الست كانت متجسدة في شخصية فقيدنا الراحل أبو أحمد، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. أقرأوا لروحه الفاتحة. أحسنت. ونحن في حضرة هذا الأديب لا بد أن يكون للأدب كذلك حضور وللشعر حضور، مع قصيدة للأخ أبو سعيد فليتفضل. هذه القصيدة ألقيت في أيام العزاء، ولكن طلب الإخوة قراءتها في هذه المناسبة. عنوانها: يا خادم الزهراء، نعتك الدنا بالدمع من أعين حرة، ونادتك بالآهات يا خادم الزهراء، أيا خادما للآل جئتك والجوى بأحزانه قد فاض يا سيدي نهرا، فقد كنت فينا يا أبا أحمد سنا يشع، وكنت الشمس والنجم والبدرا، يضيء لنا الدنيا ولاء بلوعة تذكرنا الأحزان تعصرنا عصرا، كما عصرت محزونة القلب فاطم وأنت لأن الضلع قد نابه كسرا، وقد كسرت تحت الخيول ضلوع من ترتله الأملاك في وردها ذكرى، وحز له رأس على الماء ضاميا، وقد طحنوا بالحقد يا ويلهم صدرا، ودكوا له جسما وحزوا أناملا،
وساقوا على جثمان سبط النبي عشرا أبا أحمد هذه مصائب من لهم صرفت سني العمر تتلوهم نثرا ترتل آلام النبي وآله على منبر المظلوم تنشدهم شعرا مزامير داود إذا ما مدحتهم تغني لك الدنيا فتمطرنا عطرا وإن أنت بالأحزان صغت رثاءهم وقدت بقلب الوالهين لهم جمرا تقلبنا بين الطفوف وبين من بدار لها قد أضرموا نارهم حمرا قلوبا لنا خذها إلى باب فاطم نعيش مع الآلام نستشعر الذكرى حليلة خير الناس بعد محمد تنادي أباها هتكوا يا أبي سترا وقد أسقطوا من بطنها الصبط محسنا وقد دفنت ليلا ولم نعرف القبر أبا أحمد قم واشعل القلب حرقة وجدد نواعي الطف في الآية الكبرى أبا أحمد كم لوعة ورزية بشجوك يا معطاء حولتها بحرا أسلت دماء العاشقين بمقلة إلى أن غدت تلك الدماء لنا حبرا كتبت بها رزء النبي وآله لتقرأها الأجيال مخضوبة سفرا وتسمعها آذان وعي على المدى ترددها الأكوان في لوعة دهرا أعدها علينا عندما نكتسي أسا فنشرب كأس الحزن من طفها مرا نداوي بها الأرزاء نذكر رزقهم بذكر مصاب الآل تنسي لنا ضرا لهم وبهم قد كنت تستل عبرة ونعيك للمظلوم قد زلزل الصخرة تبكي الجبال الشامخات من الأسى وزينب تنعى سلبوا يا أخي الخضرا ونعيك في الشامات يدمي محاجرا بأن يزيدا يقرع الرأس والثغرا فسلوتنا في فقدك اليوم فقد من وحيدا بأرض الطف حزوا له نحرا نعزي ولي العصر فيك وطالما نوائحك استلت دموعا له عبرا السلام عليكم أحسنت. فقط في مداخلة للأستاذ عبد الباري أستاذ عبد الباري عنده مداخلة تفضل أستاذ عبد الباري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سأذكر مشاهدات أربع أولا أنا بدأت معرفتي بالخطيب الراحل أبو أحمد رحمة الله عليه أنه كان يقرأ عند زوج أختي أبو عبد المطلب عبد الجليل الحسين عشرة ثانية فالقرب جعلني أن أذهب مع الوالد الله يرحمه أبو عبد السلام إلى كان يقرأ في مسجد شيخ علي ثم في مسجد شيخ رضي هذا القرب جعل هنالك قبول من الطرفين يعني كان يعرفني فبالتالي أنا أتكلم معه وهو يعرفني يعني ليس منكر من هذه المعرفة نتج شيء يعني في تلك السنوات كانت منطقتنا منطقة الحوامي والفسيل ما كان فيها عالم يعني كان المنطقة شبه خالية يعني في تلك السنوات وكنا نجد الجواب الشافعي عند أبو أحمد ليس فقط الجواب الفقهي ولكن حتى الجواب العقادي يعني كنا عندما يطرق أذهاننا أي سؤال في المدرسة نلجأ إلى أبو أحمد في فترة قراءاته في العادات أو في الليالي التي كان يقرأ فيها وإلى الآن أتذكر سؤال حول الآية المشهورة يوم يكشف عن ساق وتفسير الذي علمونا إياه في المدارس وهو قال كلمته الجميلة التي يكررها إذا تعجب من شيء عجيب وسرد لنا المعلومة من المشاهدات أيضا مرة أنا كنت عنده وأكثر من مرة أكون حامل كتاب إليه كان يستفيد من الوقت فيقول لي اقرأ لي من الكتاب أو اقرأ في الكتاب
أو مرة كنت عنده لمسألة ثم قام ذهب إلى المكتبة جاني بكتاب قال ما دام جالس فاضي خذ اقرأ خلينا نستفيد من وجودك. ومرة كنت أقرأ له في مقابلة نشرتها مجلة مع سماحة الشيخ حسن الصفار وكنت أقول يعني قال لا قول يعني اقرأ لي النص أنا أبغى أسمع. وهذه ملاحظة جميلة كنت يعني استفدتها منه أن لا تعتمد على المنقول وإنما اعتمد على النص. كان رحمه الله أيضا مما أتذكره كان في حاضر في احتفال زواج في مسجد المسجد اللي في باشلامه وكان الشاعر يلقي قصيدة يعني على ما في ذاكرته أنه حسن علي نويس فقال في القصيدة عن الشباب أنه ما حصل من يضربهم فأبو أحمد ببداهة وسرعة بداهة وفهم للنص قال له أعد وقول ما حصلوا من يرشدهم فجاب الكلمة المناسبة على الوزن وعلى الشسم. رحم الله أبو أحمد وأنا متندم كثيرا أنه كانت عندي محاولة معه أن أكتب شعره أجمعه من مباشرة منه ولكن أنا تكسلت وعملي في الرياض أيضا هو سبب منعني وأنا يعني لعلي اليوم أعتذر لنفسي ولمن يحب أن يسمع هذا الشعر لكن لم أتمكن من جمعه ورحم الله من يقرأ له الفاتحة. ماذا مناسبة كلام أستاذ عبد الباري بالنسبة للنقد أنا قلت أنه ناقد بصير وأذكر في إحدى المشاركات كذلك يعني حضور الخاطر عنده سريع جدا في قصيدة في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت ألقيها في حسنية الشايب حضور الدكتور الفضلي وكان هو موجود فكانت البيت اللي أنا قلت وغدات شاء الله نشر لوائه فوق البسيطة شرعة من أحمدي حملتك أرحام وأصلاب سمت عن أن تبارى أو تمس بمعتدي فنزبت نورا مشرقا متلألئا وظهرت فجرا واضحا لم تنكدي جاءت به بشرى عقيلة هاشم للعالمين هداية مهتدي فقال له قول عقيلة زهرة والوزن مستقيم ويكون باعتبار أن أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بني زهرة فيكون البيت مستقيم وكذلك وهذه خاطرة في نفس المجلس وفي نفس المكان تدلل على كما قلت الدوقيات الموجودة عنده وكذلك مقدرته الأدبية في هذا الجانب. وأنا في الحقيقة كنت كتبت رباعيتين فقط بس أحب أذكرهم سريعا جدا. كلنا عندما كان يعني يستمع لهذا الصوت صوت أبو أحمد اللي أنا أزعم أنه سيبقى يدوي في صداء المنبر الشيعي على الأقل في هذا المدى البعيد المنظور سنستمع هذا الصوت ولن يغيب فكنت أقول لا تغادر يا أريج المسكي يا نفح المجامر لا تغادر أيها المملوء حبا ووفاء ومشاعر لا تغادر لم يزل منبرك المحزون شاغر عد كما كنت خطيبا شنف الأسماع أو أبكى المحاجر لا تغادر أنا لا أبكيك لكني أرى فيك قبابا ومنائر وضريحا لفه الحزن أسد في يوم عاشر هكذا أنت صدى للحق لم يخش المكابر عد كما كنت خطيبا شنف الأسماع أو أبكى المحاجر لا تغادر. شكرا. بس في ختام هذا اللقاء أنا يعني كلمة بسيطة للأستاذ عبد الإله حتى يختم بهذا اللقاء الجميل. تحدث الإخوة عن يعني الجانب الخطابي والحس الأدبي والجمالي في شخصية هذا الفقيه الكبير وأنت كانت المشاركة يعني بلغة أدبية رائعة ونريد كذلك يعني تختم هذا اللقاء كما بدأته لتكون الخاتمة كالفاتحة رائعة. يبدو ختام القصيدة بالمطلع
لا تصور ظاهرة صوتية ستكون بقامة الشيخ النصارى، وهذا ليس على سبيل الاستحالة ولكن على سبيل الاطمئنان النفسي، وهي حجة علي لا على غيري. مما أذكره وهي من الأشياء التي أعتز بها، ولدي مصطفى وكان عمره سنة وهو أول مجلس يستمع إليه، فأحببت أن يكون رفيقي في هذا الدرب الجميل. من الذكريات التي لا أنساها أيضا هذا العام، كان معي ولدي مجتبى الصغير عمره سنتين، تسمعته في مأتم الحسينية العاشر وكنت حريصا على أن أستمع إليه في ليلة العاشر ولا أبغي عنه بدلا. الجرعة التي أحصل عليها في منبره لا أتعداه إلا سوى. فكان مجتبى ينظر إلى الشاشة ثم نام كما تنام أطفال. بعد الرحيل تصفحت النت وفتحت اليوتيوب لبعض المقاطع من صوتيات الشيخ البصارة. عندما نظر إلي قال: بابا، هذا الذي استمعنا إليه؟ قلت له: نعم. قال: أين؟ قلت: لا جوار الحسين. يبدو أننا بحاجة إلى جرعة عاطفية. قلت في المقام الأول: نحن بحاجة إلى عاطفة وبحاجة إلى عقل تحفظ العاطفة من الضياع والانسياق. نحن لا نبكي لمجرد ذرف الدموع وكفى. مما يميز الخطباء، وهذا أقوله بكل بضص قاطع، هم سفراء الحسين. هذه السفارة أخذت أعز، أو استطاعت أن تأخذ أعز ما عند الإنسان، وهي الدمعة. الدمعة مادة غزيرة تنبئ عن عمق الإنسان، عمق العاطفة، حقيقة الإنسان. هي حالة من حالة الغسيل وصناعة للإنسان من جديد. نحن لا نبكي الحسين لجلد الذات ولا لأي شيء آخر، نبكي الحسين لأننا نبكي على الحق السليب. دمعتنا على الحسين هي صرخة للمظلومية. كيف ضاع الحق؟ كيف سلب الحق؟ كيف غيبت الشمس من أناس أعمى الله بصائرهم وبصيرتهم، فتابهم عن الطريق. الشيخ البصارة في المنبر الحسيني كان سفيرا، كنا نحط عند رحله ونحن في حالة اشتياق. لا أدري، أنا لا أقول المنبر سيفقد، وإنما سيبكي كما عندنا في الأثر: المؤمن يبكيه محرابه، فهذا ممن يبكيه محرابه ومنبره. أضاف إلى النور نور آخر، وأضاف إلى الصفاء جبهة أخرى. فسلام عليه من رب رحيم، سلام عليه من رب رحيم. نقول لك مع الحسين رفقة، والحسين كريم لا يضيع من صاحبه. صحيح. هذا يقين، لا يضيع من صاحبه. فسلام على الحسين في الآخرة والأولى. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم جميعا. إن لنا مع الحسين عليه السلام جانبين: جانب الحق المضيع وجانب الجسد المقطع، وفي كل الجانبين أثرى الفقيد الكبير، أثرى العطاء، وتحدث عن الحق المضيع
كما تحدث عن الجسد المقطع، فكان الملهم والخطيب والمعلم والمرشد والراثي، وبحق هو قيثارة الحزن وناعي الحسين وصوت أهل البيت. تغمد الله هذا الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه الفسيح من جنانه، وعوضنا إن شاء الله عوضا صالحا. إنا لله وإنا إليه راجعون. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم لكم جميعا بجزيل الشكر على هذا الحضور وعلى هذه المشاركة في هذه الليلة، وأخص بالشكر كذلك الأستاذ عبد الإله التاروتي والأخ الأستاذ أبو نزار والأستاذ عبد الحي المصلي وكل من شارك معنا في هذا في هذه الأمسية الجميلة، وكذلك من داخل بمداخلاته. وشكرا لكم أنتم جميعا لأنكم كنتم بحق من أثرى هذا اللقاء وأنضج هذا الحوار. نلتقيكم إن شاء الله في مناسبات قادمة وفي لقاءات قادمة في هذا المنتدى. وقبل أن أغادر أنوه إلى أن ندوة الأسبوع القادم ستكون بعنوان العدالة الاجتماعية بين النظرية والتطبيق، والمحاضر هو الدكتور محمد الهرفي أستاذ بفرع جامعة الإمام في الأحساء. أستودعكم الله جميعا أيها الإخوة أيها الأخوات، وتصبحون على خير وفي أمان الله، ورحم الله من يقرأ للفقيد الغالي سورة الفاتحة.